صيف جا وجاب معاه النسخة الرابعة من مهرجان ديسير مع إيديال. خلال فقرة مطبخ إيديال بتذكري ديسيرات لذات سعد حبابك باستعمال ليموس لغلاس شانتيي مايفين والفلون ديال إيديال، وشاركي معنا الوصفة اللي حضرتي عبر الواتساب على الرقم 0702-42-40 باش تفوزي بمجموعة منتوجات إيديال كل يوم وبمجمد من النوع الرفيع في نهاية كل شهر. دائما مرحبا بكل المستمعين والمستمعات ومشاهدينا ايضا، الناس اللي كيشاركوا معنا دائما من خلال رقمنا هذا الواتساب اللي هو 0702-42-40 على شادي فام. اليوم غنمشيو يسرى من وزان. يسرى، الو يسرية. السلام عليكم. السلام عليكم يسرية، صراحة زوين السمية. لا يخطاك لي، الله يحفظك لي يا يسرية. الله يبارك فيك يا حبيبي. لا يخطاك، عندك شي أصل مصرية ولا شي؟ قلت له، قلت له وقت لما ما كانت مأثرة بالمصريين كنت كتفرج بزاف، خدت شي اسم من شي فيلم. لكن زوينة كتبقى هكا بوحديتها، ما كاينش ما متكراش بزاف صراحة. الله يحفظك لي وتحية من خلالك لكل ساكنة ديال مدينة وزان. قولي يسرية، الله يحفظك لي، شاركتي معنا، بغيك تعطيني بعدا المنتوجات اللي استعملتي في الوصفة ديالك قبل ما ناخذ المقادير بالطريقه ديال التحضير. استعملت نشا مايفين ديال ايديال والصوص ديال ايديال والساشيات ديال كاكاو ديال ايديال. واخا اجي ناخذوا المقادير ديال الديسير ديالك. واخا تشليه بالشكلاط. اييه كندير تشليه بالشكلاط والنشا ديال مايفين ايديال والصوص ديال ايديال. اول حاجه كنطلعوا لاموس ديال ايديال مع كاس الحليب مزيان. اش خديتي لاموس؟ خديتي شوكولا ياك بالنكهه ديال الشوكولا؟ وي وي وكناخذوها في كاسرون وندعوا نسطروا الحليب وكنزيدوا عليها ثلاثه ديال المعالق كبار ديال النشا مايفين ايديال. اييه كنزيدوا عليها جوج معالق كبار ديال السكر. اييه ومعلقه كبيره ديال الكاكاو صاشي ايديال. اييه مر ونحركوا مزيان حتى يعقد ونخرجوا خارج النار. ملي كنحيدوها من فوق العافيه كنضيف خمسة ديال قطعة الشوكولاط أسود. أييه كنحركو بسرعة بسرعة بزاف وناخدو زلافة كبيرة ونصبو فيها هاد الخليط كله وكندخلو هاد التحلية للتلاجة حتى تبرد مزيان. مني كنخرجوها كنقلبوها شي بلا مزيان وكنزينوها بالكوك أو الكاوكاو بالصحة وراحة. صراحه سهله ومن الدر ديالها صراحه زوين. غنشاركوا الصوره اكيد مع كل المتتبعين ديالنا على الصفحه الرسميه شاد اف ام. يسرية تبارك الله عليك واكيد كتربحي معنا. بالعكس بالعكس مرحبا. دونك وغتربحي معنا مجموعه من المنتوجات من ايديال اكيد. شكرا لك بزاف يسرية، وبطبيعه الحال شكر موصول كل السيدات والساده. البارح عطيتكم واحد الرقم، لهذا رقم خاص للسيدات اللي باش يتسلموا الجوائز ديالهم، يعني هذاك الرقم هو اللي باش نتواصلوا. وشت انا العدد ماشي كثير اللي تواصل، فانا غنعتمد على ذاك العدد. دونك ردوا البال، نذكر بالرقم مره اخرى. والله يعطيكم الخير، ما فيش ما خصناش نعطي، ما فيش تعيط، ما فيش لي زابيل. الله يعطيكم الخير، كنكتبوا ميساج فقط. البارح قلت اننا نكتبوا الاسم ديالنا، مدينه منين حنايا، وامتى فزنا، ونصوروا لاكارت ناسيونال. هذه هي الامور اللي طلبتها وبسيطه جدا. تبارك الله كاين اللي دارها وكاين اللي لا. التعيط ما كاين لا شيء لا يفيدني لا يفيدك، غيضيع لي غير وقتي ويضيع لك وقتك. يعني من الاحسن انك تصيفط لي الميساج باش هو اللي غيتشاف، هو اللي غنمشيو نعتمدوا عليه. علاش كنطلب لاكارت ناسيونال؟ لان فيها العنوان واضح، لان في كثير مرات كتبعتوا العناوين ديالكم وكتنساو شي حاجه، فبالتالي تما فين تيكون الخلل. وهذه تبارك الله راكم ديجا عارفينها. فنذكر بالرقم ديالنا ديال الفائزات، الرقم هو 06 37 81 53 04. كنظن انني كنطق واضح جدا. دونك 06 37 81 53 04. اكيد انتم تبارك الله كتكونوا في جروبات ديال الطبخ وغيرها، وحده فيكم تاخذوا وتحطوا في الجروب. دونك ونتناو بهذا الشكل هذا، يعني اللي خداتو تعطي للسيده الاخرى، وانتم غاديين كيف كديروا دائما في كل الامور انكم كتواصلوا مع بعضكم. وهذا الامر هذا حاجه مزيانه ما كضرش. فتا دابا نوصلوا الرقم لبعضياتنا باش ان السيده اللي باقي ما تسلمتش الجائزه ديالها ان شاء الله تواصل معنا كيف قلت بالاسم ديالها بالكامل، المدينه منين هي، تاريخ ديال الفوز والمنتوج اللي ربحات، وبطبيعه الحال تصور لي لاكارت ناسيونال. هادو امور اللي هي مهمه كنطلبوها حتى ملي كتجي، وراه تعودتوا على هذا الامر. هذا غير باش كنسهلوا علينا
وعليكم وباش لان الكونجيات جايه راكم عارفين. دونك كنتمنى انكم تواصلوا في هذا الاطار هذا. نذكر فقط بالرقم ديال الفائزين هو 06 37 81 53 04. واكيد دائما باش انكم كتشاركوا معنا في المسابقه من خلال رقمنا ديال الواتساب اللي هو 07 02 02 40 40. واحد موافق ان شاء الله للجميع. مع فقره مطبخ ايديال ابتكري ديسيرات لذات سعد حبابك باستعمال ليموس لي غلاس شونتيي مايفين والفلون ديال ايديال، وشاركي في النسخه الرابعه من مهرجان ديسير مع ايديال باش تفوزي بمجموعه منتوجات ايديال كل يوم وبمجمد من النوع الرفيع نهايه كل شهر.